مستشفى الأطفال بالعاصمة تونس، الاحتياطات ضد فيروس AHANA على أشدها هنا. شهد المستشفى وفاة طفل وبه يرقد طفلان آخران يحملان أعراض الفيروس الذي أوقع 5 وفيات إلى حد الآن. لدينا حالتي إصابة مؤكدة بالفيروس، هما تحت المراقبة الدقيقة وفي طور الشفاء. سجلنا للأسف وفاة طفل بالرغم من الإسعافات المكثفة التي تلقاها. خصصت وزارة الصحة خلية أزمة للحد من انتشار المرض، ورغم الخطورة تقول الوزارة إن الوضع تحت السيطرة ولم يرتقي المرض بعد إلى الوباء. الخمسة وفيات هذوما هما صاروا على تونس الكبرى، وجاءوا في مجال الجريب H1N اللي موجودة توا في تونس. احنا سجلنا تقريبا 20 فوق 20,000 عيادة السندروم جريبال، العباد اللي عندهم نزلة هذه مش فورسيمون H1N، على 330,000 عيادة، معناتها تجي تقريبا 6.5%، اللي هو تحت السي متاع الحالة الوبائية. حصيلة الوفيات بسبب فيروس AHANA ليست الأرفع، لكنها تدعو إلى الاحتياط، فتونس شهدت أسوأ حصيلة سنة 2009. رصدت المصالح الصحية إلى الآن 36 إصابة يخضعون لمتابعة دقيقة. حالياً 5 حالات مؤكدة وقاعدين باقي نتابعوا في الحالة الوبائية. بالنسبة لنا 5 حالات مؤكدة هي عدد مرتفع، وتعرفوا اللي الغريب عندها فاكسان كي إفيكاس ينجم يحمينا من الحالات الخطرة، وإذا كان نعمل الفاكسان هذا نجمو أون بو إيفيتي بليزيوغ أوتر كا دو ديسي. جهزت وزارة الصحة أزيد من 300,000 جرعة تلقيح، لكن الإقبال عليها دون المأمول، ومن باب الاحتياط كثفت من حملات التوعية والتحسيس في ظل إمكانية كبيرة لانتشار الفيروس. تقول السلطات الصحية في تونس إنها على أتم الاستعداد حتى لا يحدث الأسوأ. هي تعول كثيراً على الوقاية والحذر، خاصة بالنسبة إلى الذين يعانون من نقص في المناعة. فتح الفالحي، قناة ميديان تي في، تونس.